أنا الحاج عادل عبد العزيز يونس، محافظة كفر الشيخ. بنزرع الحيوة ده من 2012 بالقطن اللي هو طول التيلة بتاعنا دي. كان جدودنا بيزرعوه زمان، كنا بنحط له كماء ومبيدات وبتاع. لما من 2012 جت شركة سيقم قالوا لنا احنا هنزرع حيوي من دون ايه مبيدات ومن دون كيماويات. فاحنا زرعنا الحيوي، هو صحيح بينقص في المحصول شوية بس هم بيدونا انتاج ان شاء الله الحمد لله. قطن ده بيحافظ على الجودة بتاع الانسان، بيحافظ على الانسان، وفانيلات لا تعيب الانسان في اللبس ولا تضر الانسان. التيشيرت منه بيبقى بتمنه والفانيلا بتبقى بتمنها. والحيوة دي شغال معانا والحمد لله، كراوية وقطن وكل الزراعة الحيوية شغالين بيه. في الرز حيوي بناكل حيوي الحمد لله، بقينا كويسين. وبنزرع كل حاجة دلوقتي بالكمباس اللي هو السباخ العضوي كومبوست. انا راجل فلاح وبقول السباخ العضوي يعني احنا اشتغلنا فيه مع اقتصاد المحبه. بالنسبه لزراعه القط بيجي لنا لجنات من سيقم، ونروح قريه ثلاثه فرحنا هنا، بيدينا دورات على على الفرمونات وعلى الدوده وعلى الزراعه الحيويه، وبيشوفوا لنا البتاع اللي هو السباخ العضوي بينعمل ازاي، وبدونا تدريبات والحمد لله. احنا بنروح كل 3-4 شهور بيجي لنا لجنه في قريه ثلاثه، بنروح نستفيد منها وبننفذ اللي بيعملوه كله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.